لم يعلم الحاكم مستوى نفسه زي ما قال يا رسول الله طهرني، قال لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلك، لكن هو مصر فأقام عليه الحد. أذله من واليت، يستحيل أن تكون في معية الله ورب سيدك، مستحيل ومليون مستحيل أن تطيع الله سبحانه وتعالى ورب سيدك، لأن عقيدتنا أن الله تعالى لا يترك أولياءه لأعدائه، وإذا تركهم فتركه لهم لإكرام أوليائه. أنت كلام الحاكم تراه حق وإلا باطل؟ قال لا أراه حق. قال الحق يجدوا عليه، هو الحق يجدوا عليه، وإلا أنت قصدك طبعا شيخ يتكلم، وإلا أنت قصدك يذله من واليت، يستحيل أن تكون في معية الله ورب سيدك، مستحيل ومليون مستحيل أن تطيع الله سبحانه وتعالى ورب سيدك، لأن عقيدتنا أن الله تعالى لا يترك أولياءه لأعدائه، وإذا تركهم فتركه لهم لإكرام أوليائه. بإقرار وإما بشهادة 4 شهود يقولون بأنهم رأوا صريح الفعل، وخامس يزكيهم، وخامس يزكيهم. ووجوب ولزوم الحد يقول ربما أعطاك فمنعك، يقصد الله عز وجل ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. لا موش فلسفة، هو بسيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محدثكم دكتور محمد حسن علوان، صفتي عضوي التدريس بجامعة الشفارة كلية التربية سباعة بقسم الدراسات الإسلامية، في هذا اليوم بدعوة طيبة مباركة من مكتب الجودة بالجامعة أقمنا محاضرة توعوية دينية توجيهية تحتوي على نصائح وإرشادات وتوجيهات قيمة حول العشر من ذي الحجة وفضلها وما ذكره العلماء فيها، وتحفيز الإخوة وتحفيز يعني تحفيز الناس ورفع الهمم للمبادرة والمسابقة والمسارعة بالخيرات، وأن هذه أيام مباركة وهي تمر بسرعة، فجدير بالمؤمن أن يغتنمها ويغتنم الأوقات الفاضلة فيها بالصيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن. فالحمد لله رب العالمين، تمت هذه المحاضرة على خير، وجزى الله القائمين عليها في مكتب الجودة خير الجزاء، والإخوة في الجامعة إدارة وموظفين وأعضاء التدريس وكل من كان سببا في هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفق من كان سببا في ذلك، وأن يجمع قلوبنا على الحق والهدى، وأن يطهر بلادنا وبلاد الإسلام من كل منافق وعميل، وأن يجعل بلادنا بلاد الدين وراحة الفقير والمسكين. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. بارك الله فيكم، شكرا على هذه التغطية الإعلامية المباركة، جزاكم الله خير. أسأل الله سبحانه وتعالى في وكالة الغيمة، جزاكم الله كل خير، ورفع الله قدركم وأعلى الله ذكركم، وجمعنا بكم دائما في مواسم الخيرات وفي مثل هذه النفحات والمكرمات التي أمرنا سيد السادات بالتعرض لها. قال إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها؟ بوركتم وبارك الله فيكم.